يقول السائل: المرأة الصالحة والزوج الصالح إذا أدخل الجنة هل تعتبر زوجته، وهل يرجع عنها التغوط والتبول والحيض إلى آخره؟ وهل ايش؟ قال: المرأة الصالحة والزوج الصالح إذا أدخل الجنة هل تعتبر زوجته، وهل يرجع عنها التغوط والتبول والحيض إلى آخره؟ نعم، المرأة الصالحة تعود في الجنة بكرا شابة، كما قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هذه نساء الدنيا المؤمنات، في الجنة يدخلنها شابات جميلات، ويذهب عنهن كل ما كان في الدنيا من الأذى ومن الأوساخ ومن الحيض والنفاس، ومن يذهب هذا، ويصبحن مطهرات، يصبحن مطهرات في الجنة. وجاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: اسأل الله أن يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها عجوز. فاغتمت المرأة وحزنت، فلما رأى صلى الله عليه وسلم ما بها قال: إن المؤمنة يوم القيامة تجعل شابة تدخل الجنة، العجوز يوم القيامة تعاد شابة تدخل الجنة شابة. بين لها صلى الله عليه وسلم، قالوا: وهذا من المزح الجائز، المزح الجائز والتورية الجائزة. الرسول مزح عليها، فلما رأى منها التأثر بين لها صلى الله عليه وسلم، بين معنى لا يدخل الجنة عجوز، وأن العجوز ترد شابة عند دخول الجنة.